الحجر الصحي هو الانسان يريح في الدار ما يخرج ياخذ الاغراض ديالو ويمشي لمحاله. بالنسبه ليا وبالنسبه لدوك الناس يقاش فيروس باش ما يشارشش اخويا، وهذا هو الهدف ديالنا حنا. لا ما عرفتوش سامعين بهذه المعلومه وكل ما واعيينش بها. هذا الحجر الصحي اخويا هو بنادم خصو يدخل لدارهم سمين توصل واحد اللقيته ديالو، بنادم يدخل اللي ما خدامش يدخل بحالاته، حتى ما خدام ما والو تدور في الزنقه راه والو ما كاينه حتى فائده من هذه الخرجه اللي تخرج بحال هكا، بنادم يدخل بحالاته تنشوفوا نفوتوا هذه المحنه هذيك، هذه المحنه خصنا نفوتوا ان شاء الله بحول الله ان شاء الله، ونتعاونوا بيناتنا ونتعاونوا المواطنين كلنا ان شاء الله نتعاونوا بيناتنا ونعاونوا الدولتين نعاونوها قالت تدخل ندخل بحالاتنا. هادشي اللي كاين الحجر الصحي هو توقع راسك اول حاجه كتدخل داكم مع الساعة السادسة في العشية، وكتكون في الدار كتكون واحد المسافة بينك وبين العائلة، واحد تقريبا واحد متر بينك وبين ماماك ولا بينك وبين خوك، وهذا هو المعلومة اللي عارف على هذا الحجر الصحي. الحجر الصحي هو لقاو في المنازل، هو واحد من أفراد العائلة هو اللي خرج يتغدى، اما ما تبقي يبقى في الدار حيت هذا وباء خطير، الوباء كتكون فيه العدوى كل شيء وجيز، ولا اللي ما يدير احتياطات ديالو كما على الله، الله يجعل ربي يفرج علينا هاد الفجيوه ديال الوباء. الحجر الصحي هو بنادم خصو يلتزم البيوت ديالو ما يخرج الا عند الضروره هذه، حيت دابا المجهودات ديال الدوله وهذا الشيء باش تحد من انتشار ديال الفيروس، هذا هو ليسونسيال ديال. اما في كما كتشوف هنايا في السوق عندنا راه باقي الناس ما التزموش هذا القرار ديال الحجر الصحي، باقي ما فاهميش الناس هذا ما واعينش بهذا المرض هذا. الناس اللي كتدخل ديورها راهي تبارك الله كلشي داخل دياره، اللي عنده اللي ساكن مو بلاد ديالو وشاد عليه براسو، حنا راه عندنا الجيران، حتى واحد ما عنده الدار ديالو بوحدو راه كلشي الجيران. راه الناس ساده على الحجر الصحي راه دايره بارتمان فيها تبارك الله 80 متر 90 متر 50 متر، راه الناس راه اللي عندها الطبقه ديال الوعي راه عندها. انا ماشي انا خويا شي مجمع جمعوي باش غنوعي ولا شحال، انا راه انسان مواطن عادي كنهضر على هاد الناس ديال التوعيه باش نتوعاو، راه حنا خصنا ندعيو الله يبعد علينا الوباء يبعد علينا المرض ونتجمعوا حنا كاننا شعب واحد ونزيدوا بلادنا لقدام.